عرفنا هنعمل ايه في حياتنا عن طريق ان احنا لعبنا وان احنا عملنا حاجات كتير وهاد فن، وفي نفس الوقت اتعلمنا حاجة. عجبتني روح المحبة اللي موجودة في كل حتة وبين كل الناس. تعلمت منكم ازاي تحبوا بعض وازاي تهتموا قوي بالناس. It's a chance for the participants to apply and to communicate and to apply all what they've learned and the activities that we do on a larger scale, and they really test how effective they are as a team. برضه عرفت قد ايه اهميه ان انا اشتغل مع التيم وان انا مش هوصل للهدف بتاعي من غير ما يبقى في سبورتر ليا. In a very fun, interesting, exciting, challenging environment. اتعلمت انه المفروض الواحد يبقى عنده فيجن، يبقى عارف هو عايز يعمل ايه في حياته عشان الظروف مش هي اللي تتحكم فيه. لو انت فعلا محتاج او interested ان انت تكتشف قدراتك، I would recommend this and you have to try this kind of training.